وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. سيادة السفير، أرحب بك. أهلا محمد بالسادة المشاهدين. نعم سيادة السفير، نتحدث عن زيارة هامة إفريقية لمصر متمثلة في زيارة الرئيس الموريتاني لمصر، حيث استقبله منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف تقرأ أبعاد هذه الزيارة في التوقيت الحالي الذي يموج فيه العالم بالتحديات، وخاصة القارة الإفريقية من خلال تحديات على مختلف الأصعدة تموج بها؟ لا شك أن هذه الزيارة بتكتسب أهمية كبيرة، وصلنا بها أول زيارة للرئيس موريتانيا إلى القاهرة بعد انتخابه مؤخرا. أعتقد إحنا نعلم أن موريتانيا دولة عربية أفريقية مثل مصر تماما، وبالتالي العلاقات بين البلدين بتدور أولا في الإطار العربي الأفريقي، باعتبار أن دائرتين متداخلتين ولهما مصالح مشتركة، وموريتانيا لها دور كبير في منطقة الاتحاد المغاربي وايضا لها دور في اطار الاتحاد الافريقي. وبالتالي اعتقد سيكون هناك اهتمام بمسائل الخاصه بالقضايا العربيه والقضايا الافريقيه على المستوى السياسي. نحن نعلم ان هناك كان قمه عربيه مؤخرا، وكان فيها تناول جديد لدور عربي في حل كافه القضايا العربيه او القضايا الافريقيه ذات البعد العربي. وبالتالي اعتقد انه فيما يتعلق بهذا الصدد، اعتقد ربما الملف الامني سيكون من الملفات الهامه، باعتبار ان موريتانيا تقع في منطقه الساحل التي تموج فيها حركات ارهابيه او حركات متطرفه. نعم. تنشط كثيرا في هذه المنطقه، وبالتالي هناك دعم ودور مصري فيما يتعلق بمكافحه الارهاب والجريمه المنظمه في هذه المنطقه بصفه خاصه. ايضا فيما يتعلق بالعلاقات الثنائيه على المستوى السياسي، لا شك سيكون هناك تنسيق وتشاور في الكثير من القضايا العربيه والقضايا الافريقيه، مثل القضيه الليبيه على سبيل المثال، قضيه السودان وما يجري فيها من تطورات حاليا، قضيه عوده سوريا الى الجامعه العربيه وما تطلبه من توافق واجراءات، يجب ان يكون هناك تنسيق وتشاور بين الدول العربيه في هذا الاطار. ايضا فيما يتعلق ببعض الاوضاع في القاره الافريقيه وخاصه في الكونغو واثيوبيا، وكما اشرت منطقه القاره الافريقي ومنطقه البحر الاحمر فضلا عن منطقه الساحل، وهي ذات اولويه في هذا المجال. فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصاديه، لا شك ان هناك فرص عديده بين الجانبين لتزيد من حجم التجاره والانشطه الاقتصاديه وخاصه الاستثماريه من جانب البلدين وخاصه من جانب مصر في منطقة غرب أفريقيا ومنها موريتانيا بصفة خاصة. كان هناك اهتمام من جانب مصر بمنطقة غرب أفريقيا فيما يتعلق بالنشاط التجاري بصفة خاصة، باعتبار ربما أعتقد لم يكن هناك اهتمام بها بالنحو المنشود. وبالتالي أعتقد أن في هذه الزيارة سيكون هناك فرص كبيرة لمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في غرب أفريقيا وبصفة خاصة في موريتانيا، باعتبار العلاقات بين الجانبين تدور في الإطار العربي الأفريقي. أما فيما يتعلق بالملف الاجتماعي فلا شك سيكون هناك تعاون في هذا المجال، وهو مرتبط أساسا فيما يتعلق ببناء الكوادر والعلاقات في المجال البعثات التعليمية، ربما أيضا البعثات إلى الأزهر الشريف، فضلا عن إمكانية التعاون في المجال الصحي. لا شك أن موريتانيا من الدول التي أثرت كثيرا مثل باقي الدول الأفريقية بثالوث الخاص بالأزمة الأوكرانية الروسية وأيضا جائحة كورونا وتداعيات المناخ، وهذا الثالوث بيفرض نوع من التعاون الكبير بين دول القارة الأفريقية. وأعتقد أن العلاقات ما بين مصر وما بين موريتانيا في هذا المجال ومن جراء هذه التداعيات سيكون هناك فرص لمواجهة الأعباء والتداعيات التي فرضها هذا الثالوث في المجالات الخاصه بالامن الغذائي وامن الطاقه وربما ايضا الامن المائي، باعتبارها قضيه حيويه بالنسبه لمصر بصفه خاصه وللدول العربيه بصفه عامه، خاصه ان القمه العربيه الاخيره تحدثت عن الامن القومي المائي العربي الذي لمصر وكل من العراق وسوريا يواجهون تداعيات سلبيه ويدعون مواجهتها في اطار تعاون عربي
وتعاون عربي أفريقي. نعم، بالحديث عما يتعلق بالأمن القومي للدول العربية والإفريقية، وحضرتك تحدثت عن البعد العربي في هذا الشق في إطار القمة العربية، لكن كيف يمكن تحقيق الإفادة بين البلدين في هذا المجال مع وجود موريتانيا في أقصى غرب القارة على المحيط الأطلسي، وأيضا موقع مصر المتوسط في الناحية الأخرى في شرق القارة الإفريقية ما تطل عليه أيضا من سواحل؟ هو طبعا هناك منظمات بتنتمي اليها المجموعه كلا البلدين، فعلى سبيل المثال موريتانيا بتنتمي الى مجموعه الايكواس في غرب افريقيا، وموريتانيا لها دور كبير فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي داخل هذه المجموعه، وايضا فيما يتعلق بالتعاون الامني. ومصر في هذا الاطار ايضا لها دور في مواجهه الارهاب في هذه المنطقه، سواء فيما يتعلق بمواجهته امنيا او فكريا، ومن هنا يبدو التعاون الهام بين مصر وموريتانيا في الاطار العربي الافريقي. ايضا فيما يتعلق بالامن في منطقه القرن الافريقي، لا شك ان هذه المنطقه لها تداعيات واتصال ايضا منطقه الساحل في غرب افريقيا، واعتقد ان مصر ايضا لها دور في هذا الصدد، وربما يكون هناك تعاون وثيق بين الجانبين، خاصه ان مصر لديها مركزا يتعلق بالارهاب ومركزا ايضا يتعلق باعاده الاعمار والبناء فيما بعد مرحله تسويه النزاعات. من ناحيه اخرى فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، لا شك ان انشاء منطقه التجاره الحره القاريه الافريقيه والتعاون الوثيق في ضخ استثمارات في البنيه التحتيه وفي القطاعات الانتاجيه المختلفه لدى الدول الاعضاء في هذه المنطقه، لا شك انه سيكون له تاثير، هذا اللقاء سيكون له تاثير على دور مصر ودور موريتانيا فيما يتعلق بتنشيط العلاقات التجارية بينهما على النحو الذي ينعكس على منطقة التجارة الحرة من خلال الاستثمارات التي يمكن التضخم في كل منهما. نعم، لكن كيف يمكن دعم اتفاقية التجارة الحرة والدول المنضمة لها، خاصة أن الدول الإفريقية لن تنضم جميعها لهذه الاتفاقية، كيف يمكن تفعيلها على أرض الواقع يعني بشكل يعم بالفائدة على مختلف دول القارة الإفريقية في ظل تحديات عديدة تواجهها قد تقف عقبة في بعض الأحيان أمام تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل كامل؟ واضح أن هناك آليات تم التوافق عليها بين دول الاتحاد الأفريقي في إطار تشجيع الاستثمارات في استيراد البنية التحتية أو في القطاعات الإنتاجية المختلفة. هو مصر كان لها دور محوري في هذا الصدد، سواء على المستوى الأفريقي في إطار علاقات ثنائية أو على المستوى المتعدد في إطار العلاقات مع مصر أو دول القارة الأفريقية مؤسسات التمويل والدول المانحة، فضلاً عن القطاع الخاص بمصر. أنشأت في هذا الصدد صندوق دعم الاستثمارات في القارة الأفريقية، وأفريقيا أنشأت أيضاً صندوق لهذا الأمر. وبالتالي هناك تعاون ايضا مع بنك التنميه الافريقي، والشراكه الجديده التي تم التوافق عليها في المؤتمر الذي عقد في القاهره بان يكون هناك شراكه بين البنك التنميه الافريقي ومؤسسات التمويل الدوليه تراعي الظروف الاوضاع الاقتصاديه التي تمر بها دول القاره على النحو الذي يمكن توفير قروض ميسره وبشروط مختلفه تماما عن الشروط المعتاده، وهذا امر يعني ممكن ان يتم سواء بالنسبه لمصر او بريطانيا او بالدول الافريقيه الاخرى بما ينعكس على النشاط الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. نعم، يعني سيادة السفير، بالحديث عن دعم مصر الدائم لدول القارة الإفريقية، مشروعات البنية التحتية التي تساهم بها مصر في القارة السمراء، يعني كيف تتابعها على مدار السنوات الماضية منذ اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات مع قارة إفريقيا؟ لا شك ان في موضوع البنيه التحتيه بالنسبه لمصر، مصر لعبت دورا ايجابيا وبناء وجهود مكثفه في هذا الصدد، وخاصه فيما يتعلق بطرق بريه ونهريه وسكك حديديه وربط كهربائي، فضلا عن مشروعات كبرى اللي هي زي الربط ما بين بحيره فيكتوريا والبحر المتوسط، وايضا خط القاهره كيب تاون. ثم هناك ايضا في اطار برنامج الاتحاد الافريقي 2063 هناك ايضا طرق بريه، طرق طوليه وعرضيه في القاره الافريقيه تدخل في اطار هذه الخطه الخاصه بالبنيه التحتيه، وسيكون هناك بالقطع يعني دور بالنسبه لمصر ولدول اخرى كثيره في تطوير هذه البنيه التحتيه من خلال ضخ استثمارات كبيره كما اشرت، سواء من جانب دول اقليميه او من جانب مصر
من جانب القطاع الخاص المصري وغير المصري، فضلا كما اشرت عن مؤسسات التمويل الدوليه والدول المانحه. دقة هذه الاستثمارات في البنيه التحتيه لا شك انها خطوه اولى واساسيه فيما يتعلق بامكانيه تنشيط اتفاقيه التجاره الحره القاريه على النحو الذي يجعل من التجاره البينيه الافريقيه الاصليه متناميه ومتصاعده، خاصه اذا تم توجيه ايضا استثمارات الى القطاعات الانتاجيه المختلفه في القاره الافريقيه سواء كانت التعدينيه او الطبيعيه وخاصه في قطاع الزراعه والثروه الحيوانيه. نعم، يعني مصر وموريتانيا الدولتان تقعان على يعني سواحل مختلفة، كيف يمكن تحقيق التبادل الاقتصادي فيما يتعلق بالصيد والأسماك بين الدولتين في ظل وجود يعني الصيد كمحور أساسي في الاقتصاد والتجارة؟ هو طبعا يعني كلا البلدين يحدون يطل على المحيط، ومصر تطل على بحرين سواء البحر المتوسط او البحر الاحمر، ولا شك ان الطرق البحريه سيكون لها دور حيوي ومهم فيما يتعلق باستغلال الثروه البحريه وايضا الثروه الحيوانيه وغيرها من المنتجات، لان هناك خطوط فيما يتعلق بالطرق البحريه، لكن ايضا هناك وهو حديثا ما يسمى بالمناطق اللوجستيه، واعتقد ان بس تلعب دور كبير جدا في وجود مثل هذه المناطق سواء بالنسبة في داخل مصر أو في دول أفريقية أخرى، باعتبار أن هذه المناطق لها دور كبير في تنشيط الحركة التجارية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، كنت معنا عبر الهاتف معلقا على هذه الزيارة الهامة للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إلى القاهرة التي استقبله خلالها منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي، وتوجه بعد ذلك إلى قصر الاتحادية لعقد جلسة مباحثات ثنائية يعقبها جلسة أخرى، جلسة مباحثات موسعة مع الوفد المرافق للرئيس الموريتاني في هذه الزيارة الهامة.